جدول مباريات اليوم النهارده في بدايه اسبوع جديد من الدوريات الاوروبيه. البدايه من الدوري الانجليزي، والنهارده السبت الممتاز، لان بالتاكيد مباريات قويه في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي. طيب، منذ قليل انتهت مباراه بورنموث وتوتنهام هوتسبير بفوز توتنهام بهدفين مقابل لا شيء. ارسنال وفولهام المباراه انطلقت منذ قليل في نفس التوقيت في برينتفورد مع كريستال بالاس، والتعادل السلبي. فولهام متقدم على ارسنال بهدف مقابل لا شيء. طيب، ايفرتون بيلعب حاليا مع ويلفر هامبتون، والنتيجه التعادل السلبي، برضه مباراه بدات دلوقتي. ومانشستر يونايتد طبعا بيلعب حاليا مع نوتنغهام فورست، والمان يونايتد متراجع وخسران 0-1، نوتنغهام متقدم 1-0. طيب، الساعة 7 برايتون هيستضيف ويست هام يونايتد. نروح لمباريات الدوري الأسباني، والمباريات كلها هتكون الساعة 8. قادش بيستضيف الماريا، غرناطة الساعة 8:30 بيستضيف ريال مايوركا، وإشبيلية الساعة 10:30 بيستضيف جيرونا. طيب، نوتنغهام فورست كمان متقدم دلوقتي على مانشستر يونايتد 2-0، في 4 دقائق المان يونايتد تلقى هدفين. طيب، نروح لمباريات الدوري الإيطالي. الساعة 7:30 فروسينيوني بيستضيف أتلانتا، موينزا بيستضيف إمبولي، والساعة 10:15 هيلاس فيرونا بيستضيف روما، والميلان بيستضيف تورينو. الدوري الألماني، والشوط الأول بدأ حاليا في 5 لقاءات. فرايبورغ متعادل سلبيا مع فيردر بريمن، كولين متعادل سلبيا حاليا مع فولفسبورغ، بوخم متقدم على بروسيا دورتموند بهدف مقابل لا شيء، وهيدنهايم متقدم ايضا على هوفنهايم 1-0. دارمشتات 98 متقدم حاليا 1-0 على يونيون برلين. الساعه 7:30 بروسيا مونشن جلادباخ هيستضيف باير ليفركوزن. الدوري الفرنسي، الساعة 8 النهاردة مارسيليا بيستضيف استاد بريست، والساعة 10 أيضا باريس سان جيرمان بيستضيف لانس. يعني قمة المتعة والإثارة في مباريات اليوم، كلها مباريات قوية جدا، وزي ما بيقولوا السبت الممتاز، قمة المباريات في الدوريات الأوروبية النهاردة مع بداية هذا الأسبوع.